على وقع الغيطة والبندير والعروض الفولكلورية، أحيا عرش البحيرية التابع لبلدية عين الفكرون في ولاية يوم البواقي ذكرى الربيع الأمازيغي. باش نذكروا بعادات جدودنا والتقاليد تاعنا الفروسية والفانتازية تاع الشاوية في الشاوية في بلادنا. وليت التراث تاعنا جبنا من عند جدادنا وورثنا على جدودنا، واليوم رانا نحضروا في روحنا باش نحافظوا على العادات والتقاليد تاع جدودنا في الفروسيه والفانتازيه. شيني قال فكر ثايا باش تقيمي وتقول صغرنا وتروح غريا يا قلك كاس والتاس ندورنا هنا، وهذه اللي صرب ان شاء الله العيد نتفسود كل سقاس ذي العرش نولاد عزيز وذي سي معرض الناس كل جهه. حضور البراح أعطى جوا حماسيا للفرسان والحضور من أبناء العرش المتشبث بعادات الأجداد والذي يسعى إلى ترسيخها في أذهان الجيل الصاعد. سيدة الصعبة شال أولادنا غادي تعلمان وذيرارن أمكن لو تيرا الوالدين سنزيك وصربيها نتعلمان ورعاد إن شاء الله من كل سقوس نرني أكثر. إذن هي عادات وتقاليد يرسخها الشاوية من خلال تمسكهم بمثل هكذا تظاهرات تربط بين الماضي والحاضر.